هذا وحذرت قوى سياسية مشاركة في مبادرة نداء السودان من تداعيات ما قالت إنها خلافات داخل المكون العسكري. وصف بحر إدريس أبو قردة عضو اللجنة السياسية العليا لمبادرة نداء أهل السودان الأمر بالخطير والمهدد للسودان، داعيا المكون العسكري إلى التماسك حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان. إذا كانت هذه التسوية تسوية كاملة فنحن من الداعمين الأساسيين لهذه التسوية، أما إذا كانت هذه التسوية تسوية ثنائية فنحن سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لكي نصلح هذا الأمر، لأن هذه التسوية الثنائية قد جربت في الفترة الماضية وأثبتت بأنها تسوية فاشلة.